برجر لمريض السكر كيتو دايت، نطحن راس قرنبيط على محضر الطعام وبيض عدد 2 كوب من الجبن البيتزا، وبنوضع فلفل اسود وملح وثوم بودره وبصل بودره، توابل اختياري. هيك بنطحنهم قبل ما نوضع التوابل والبيض، بنتخلص من السوائل في القرنبيط، ولكن انا بحبهم يكونوا رطبين. نعملهم بشكل دائري، ممكن نوضع التوابل عليهم او السمسم هو اختياري. نوضعهم بالفرن 30 دقيقه في الرف الاوسط، شغل الفرن من اعلى ومن الاسفل. نفس محضر الطعام ممكن نعمل برجر دجاج، بنوضع فليه الدجاج وبنوضع التوابل اللي احنا بنحبها وبنعملهم في الفرن شويه من فوق ومن تحت، وهيك الخبز طلع تبع القرنبيط وبنعمله دوائر، هيك بكون شكله احلى دوائر. هيك اصبح البرجر جاهز بعد ما شويناه وبنوضع الخضار. عندي تقريبا 1000 وصفه صحيه، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. كتير روعه، هي وجبه متكامله. انتظرونا بوصفه جديده. في امان الله.